السلام عليكم، معكم موسى الدحمري من قناه علي موسى تيكنو. والفيديو تاع اليوم راح نروحوا لتطبيق ماي فيت، هذاك اللي كونيكتيوه مع الساعه هذه. بو بالنسبه للتطبيق هذا قلنا اسمه ماي فيت، روح لجوجل بلاي هاي ليك وراح نشرشيو ماي فيت. بوه كي نديرو ماي فيت يخرج لنا التطبيق هاوليك هذا اللي هو يجي بالاحمر مكتوبه فيه في مي. بو هذا التطبيق خلينا دوك يدير التحديث، حاب يدير التحديث انا دوك ما حش نديرو التحديث، نروحوا للتطبيق ونفتحوه. بولي هاولي التطبيق تاعنا كي نفكوه اول مره، بولي هاو التطبيق درك راح يدير كونيكسيون مع السيعه تاعي. انا درتها ديجا من قبل، درنا الكونيكسيون مع السيعه تاعنا هاولي، قاعد يدير في المزامنه كما تشوفوا. هاي مزامنه البيانات، هاي لك السيعه تاعنا، لا تزال بحاجه الى بون الخطوه تاعك، يحكي لك كيف باش توصل الهدف تاعك انت، خاطر هو عنده بروغرام لهنا. اسكي هذا التطبيق تاع يعني اللياقه والصحه البدنيه، ومعدل ضربات القلب 86 نبضه في الدقيقه. بون هذه يعطيها لك لو 27.6 بون ديرها. الوزن بون انت اللي تعطيه الوزن تاعك هذاك. بون المشي لهنا يقول لك راك ماشي 10.92 كيلو يعني بالواحد في المشي هذا، يعطيك الوقت اللي راك مشيتو فيه. بون هنا هاي لك يعطيك واحد الرسم بياني هكذا يحكي لك عليه، يعني بالنسبه لي يعني واش كيفاه مشيت واش لازمك كلش باش يعطيك الوحده تاعك. بون حنا واش نحتاجو بون لهنا هاوليك، ذكر نروحو في التطبيق لهنا راح نلقاو يعني المشي، وراح تخرج لنا واحد الخريطه هاي لك يعني وين رانا، وكي كيما نقولو بايزومول كيفاه كي ولا كان مشينا كلش. عندك الركوب الدراجات وكذلك جي بي اس والركض وركوب الدراجات. هو اول حاجه راح نديروها في التطبيق هذا يعني ندخلوا للسيعه تاعنا. هو شوف لهنا في التطبيق يعني شوف كي درنا التحديث يقول لك شاه 99% المستخدمين متقدمون عليك، يعني شوف انا باللي المسافه اللي مشيتها هي كيفاه، حرقتني سعره حراريه، قال لك متوسط يوميا يعني شو قد هنا مشي هاي ليك، يعطيك كل حاجه في التطبيق. ملفي الشخصي بول هنا كي نروحو الملف في الشخصي هذا هاي ليك يعني راح تسجل ليه لهنا، تحط ايميل باش تقدر ديرو يعني اول حاجه مره دير له ايميل. بول هنا هاي ليك اجهزتي، بول هنا عامليك اجهزتي، عندك زوز لهنا. بون هذه الساعه هذه اللي عندنا درك واللي حاجه اللي راح نشوفو الريغلاج يعني في التطبيق. بول اعدادات الواجهه كما شفنا هنا راح يعطينا واحد التام. بول التام هذا كما راكم تشوفوا فيه يعني كل ما نحط تام ديليشارجي في السيعة تاعنا يعطيني ثلاثة ديزيكون، واحد كلاسيكي واحد رياضي وواحد نيميريك في لي تام هذوك. بو هي سهلة خلاص يعني كي تحب تشارجي تام يعني حاجة سهلة هاي ليك لهنا، ودير مزامنة كيما راك تشوف وراح تلقاها في الوحدة تاعك. بو حنا باش ما ناكلوش الوقت راح نشوفو يعني. بو هذي سهلة خلاص نرجعو من لي تام. بو لهنا عدادة القفل هذي يعني راح تقفل السيعة تاعك من لهنا، اذهب الى الاعدادات كذا يقول لك كيفاش تقفل، تعود تقفل السيعه تاعك يعني كيف ديرها كلش. بول هنا المكالمات الوارده متوقفه. بول هنا يعني كي يعيطوا لك في التليفون راح تاكتيفيها منا، يعني يعيطوا لك في التليفون تجيك في السيعه، هذه حاجه خلاف. عندك لهنا تذكير الاحداث يعني لهنا راه عندك رونديفو ولا حاجه راح بروغراميه لهنا، وراح يعني الوقت اللي يعيط لك ويعطيك لبغا الاسم تاع الرونديفو هذاك وشي دونتيست ولا اي حاجه درتيها. وهذه بالنسبه لهذا التذكير. بول هنا المنبه هذا، بول هنا عسي هذه سمنا ستان ريفاي راح تاكتيفي قدام ريفاي وتفيبري لك يعني في الليل كتكون راقد ولا حاجه تنوضك نورمال. بول هنا تنبيه التطبيق يعني هذه راح دير تطبيقات باغ اكزومبل كيما الميسنجر ولا حاجه هذو وراحين يعني تاكتيفيهم لهنا، ويجي السيعه تاعك يجيك ميسنجر ولا حاجه راح ديرهم لك. بو تنبيه التطبيقات ولهنا تنبيه الخمول، هذه يعني المعنى تاعها انه يعني باغ اكزومبل عندك واحد الوقت هكذا مثلا تبروغرامي السيعه في السيعه تاعك واحد الوقت يعني الخمول تاعك هذوك يفوت 10 دقائق ولا كذا راح تفيبري لك السيعه باللي راك يعني كيما نقولوا ما باليش انك تكون تمشي ولا حاجه وحبيت تريح شويه، كي تريح تفوت باغ اكزومبل 5 دقائق ولا هذيك البروغرام اللي درتها انت وراح تفيبري لك يعني هذا الخمول يعيطوا له تنبيه الخمول. بول هنا عندك حوايج خلاف. بون المزيد، بون المزيد قلنا ابليكاسيون كذا الرسائل الوارده يعني راه كيما قلنا عليها هذيك، وهنا شعارات الهدف يعني كيما نقولوا كي تكون تمشي ولا باغ اكزومبل تمشي الوقت باغ اكزومبل مثلا 10 كيلو ولا راه يعني تنبهك باللي راك مشيت ل 10 كيلو، تشد على بالها على بالك بروحك.
قول هنا البحث عن السعه هذه كيما تتك عليها راح تفيبري لك في السعه لهنا. عندك لهنا وضع مقابل الاكتشاف، قول هنا موقع يعني لهنا راح تريقلي يعني الوحده تاعك في اليسار ولا في الـ في الـ في, الـ في الايمن كيما ندير في الايمن، راح نديرها في الايمن يعني باش السعه البروغرام هذا يحسب لك. هذه لهنا ارفع ارفع المعصم لعرض السعه، يعني كي تضرب كيما هكذا تبان لك السعه يعني لهنا تقدر تاكتيفيها ولا ديزاكتيفيها ولا تعطيها وقت كيما درك داير عندي انا. هاي ليك ارفع المعصم درك انا دايرها هاي ليك، يعني من باغ اكزومبل تقدر ديرها من 8 تاع الليل ل 8 تاع الصباح، يعني ما ديرش كي تكون راقد باش ما تقلقكش، يعني مش عندكش الضوء هذاك ما تقلقكش غير كي تحب تشوف السعه ولا. وفي النهار يعني مش ما تبقايش تشيك البوطون هذا الهوم، يعني راح كيما تزاك ذا تشوف السعه تاعك. هذه بالنسبه لي ارفع المعصم. بو هنا مراقبه معدل نبضات القلب، يعني لهنا راح تعطي السعه تاعك بروغرام، يعني وين الوقت اللي السعه يعني تقيس لك ضربات القلب تاعك كشف تلقائي معدل ضربات القلب مساء النوم، يعني كي تكون راقد ولا حاجه ولا كل 30 دقيقه تقيس لك ولا راح بروغراميها انت باش تعطيك ملخص تاع النهار كامل. العثور على نغمات الهاتف، بون هنا هذه يعني هاي ليك نغمه افتراضيه ولا راح بروغرامي انت بالكم في البورطاب تاعك، يعني شغل هذه تاع التطبيق هذه بو تشغيل بو هذه لهنا بالنسبه للسوار، هذه مش للسعه يعني في السوار، يعني كيف تلقى البلوتوث بون هذه هاي البلوتوث تاعها تشوفوا كي تكون داير في السوار هذه كي تحط على باتري يعني يولي لك البلوتوث شعال باش تقدر يعني تكونكتيه مع التطبيق. اعدادات الشاشه بو لهنا اعدادات الشاشه هذه بو لهنا هذه في هذيك يعني راح تحط في الشاشه تاعك يعني الحوايج اللي تحطهم كيما درك هذوك محطوطين شعارات منبه كذا كذا الحوايج تحب تنحيها منا. بو هاي ليك لهنا يعني في الاعدادات يعني في المنيو تاع الشاشه الوحده تاعك هذه يعني باش ديرو. بو لهنا اعدادات الطقس يعني هاي ليك دير كيما درك انا بدايرين هاي ليك سكي كذا، يعني تحب دير بلاصه باغ اكزومبل كي تكون مثلا هاي ليك دايرينو اوتوماتيك سكي كذا. لهنا تقييد متوقف، بولا هنا تحقق من التحديث، يعني اذا كان عندك تحديث لا يوجد تحديث للسعه تاعك لا فيرسيون ري في السعه تاعك السعه والعنوان الماركه يعني الغاء الاقتران. هذا بالنسبه للاعدادات اللي راح نلقاوها في السعه تاعنا هذا. بو بالنسبه بكيف نزيدوا جهاز يعني كيما درك انا عندي هاي ليك سوار ماي بوند غير متصل بون خلينا، وهذه السعه هاي ليك 43% اللي من الباتري تاعها بطارية، يعني تم الوصول إلى الهدف 3 أيام يعني من اللي دخلت لهذه من منذ 3 أيام. بون لأن تحب تضيف جهاز راح دير إضافة جهاز وتسق تخير سوار ساعة ميزان ولا حذاء ذكي. بون هذو كاين حوايج يعني كيما درك هذو اللي فيهم باش دير كونيكسيون بس هذا تاع لياقة. بون هنا انت كيما درك انا كيما نقولوا ساعة راح تخير ساعة، لكن سوار راح تخير سوار ودير اقتران راح تجيك سهلة خلاص الاقتران هذا بالنسبة لهذه. بون هنا نروحو للتمارين كيما قلنا. بون السعة تاعنا مراقب النوم قال لك تساعدك على فهم حياتك بشكل عام، يوصى بارتداء ساعة عند الذهاب إلى النوم. بون هنا البارح كيما ركبتهاش راني نوريلكم، يعني عندي فيديو ديجا تسجلوا لهنا نوريلكم يعني كيفاه دارت لنا الساعة يعني تاع البارح اسم الساعة نسيت مارك ما لبستهاش ما درتليش يعني تاع مراقبة النوم. هنا كيما درك هاك تشوف لهنا نمت 7 ساعات و2 دقائق في الليلة الماضية، يعني الله يبارك نمت مليح انا رقدت مليح البارح. نوم عميق 45 دقيقة ونوم خفيف 6 سوايع و17 دقيقة، يعني النوم نعاس تاعي البارح جا خفيف شوف كيف داير. وضربة القلب هاي ليك 86 ضربة في الدقيقة، يعني تعطيك هذيك الوزن تاعك كيما قلنا. والمشي هاي ليك قداه مشيت بون هذي يعطيك الوحدة تاعك. وهذا هو التطبيق، يعني حاجه يعني ماشي صعيبه بزاف ويعطيك يعني رونسينيمون اللي دارتها لك الساعه تاعك، يعني كيف قداه مشيت كامل قداه نعست ضربات القلب كما قلنا، يعني يعطيك التذكير يعطيك الريفاي يعطيك كل حاجه. بون كل هذا اللي جاء في الفيديو تاع اليوم ما نطولوش عليكم، ما تنسوناش ديما بالاعجاب والاشتراك ومشاركه الاصدقاء. السلام عليكم.